مسلسل حوادث المرور لا يزال قائما، والحصيلة في تزايد يوما بعد يوم. الإفراط في السرعة والتهور يخلقان إرهاب الطرقات وعواقبه باتت وخيمة. مشاهدينا، موضوعنا اليوم عن السياقة المتهورة وحوادث المرور، تابعوا معنا. الأولاد يحكم طنوبيل تاع يماه، يحكم طنوبيل تاع باباه، ويديماري. أنا شفت عيني، شفت عيني ديماري من الكارفور تاع الخبا كيما البوصة، تحت الكارفور يعاود يدور روضة واحدة ويطلع واحد، ما قالوش راك دير تما. هذا من الإهمال، من الأم ولا من الأب اللي يعطي لهم فتح ويقول له ديكلي. لي بارون هما لي برومي ريسبونسابل في هذه الجرائم. هذوما تحكم في وليده، تحكم، حط الطوموبيل تاعك، دير المفتاح في جيبك. أسباب بزاف، من بينها مثلا كاين لا فيتاس. حنا لي زالجيريا معروفين بلا فيتاس ونتقلقوا. وعلاه نتقلق انا وحده؟ علاه نتقلق؟ باغيكزومبل نمشي نلقى طريق محفوره، دونك جو سوي اوبليجي نمشي بالعقل. كي نخرج وين كاين طريق مفتوحه، دونك لازم نزرب باش نوصل لشغلي، سينو ما نلحقش. وحاجه اخرى، كاين بزاف لي باراج، دونك نضيعوا بزاف وقتنا في لي باراج. دونك كي نفوتوا الباراج اوبليجي كون ديباس لا فيتاس ليميتي. وكاين ثاني بوغ كونسيرنون لي زاكسيدون، كاين البورطابل، نستعملوا البورطابل، نعيطوا نكونيكتيو دي فوا مالوغوزمون. وكاين دي فوا ماشي حنا، كاين لادفيرسير، لي جون اللي متهورين بزاف. ثاني نوفو تلقاه نوفو بيرمي فوالا، هو يدحس ما يعرفش كيفاش لازم يمشي. وهذه هي ولادو الارهاب تاع الطرق وهذوما. وانا واش حابين نقول اختي، دوكا على حساب تسمى التفكير تاعي، هادو الحوادث هادو راهم يصراو من، شوفي نقدر نقول لك 90% مشاكل وشنو زيدين مورا كيما يقولوا احنا مخدرات. انا نعرف حاجه وحده، هادو لي زاكسيدون تاع الطرق اللي كودي لي تقولي تاع الطرق، انا شوف انا جاب لي ربي 90% واحد 90% واحد ما راهم واعي. ديجا احسبي نص واحد مشاكل، احسبي العيا، لا فاتيك، المخدرات، هادو كاع عيتك. شوفي واحد واعي كونسيون كيما صرا الضربه هذيك تاع ليشت انايا تاع النعجه، انا 90% نعطي رايي، انا جاب لي ربي شوفي 90% والله غير بون نقدر نقول لك باللي مخدرات. واحد يشرب شراب ويتلقاه يسوق في طوموبيل، كاين بصح المراقبه ما كانش. حنا عندنا هذيك زعما واحد يجي يحكم هذاك بوليس ولا يقبض انسان هذاك يدير له يراقبوا اسكو عنده اشارب ولا ما عندناش. أنا لي جان، وكاين الناس اللي حاشاكم يستعمل الحبوب هذوك ويمشي. حنا لقيناهم في الطريق وحبسناهم، هضرنا معاهم قال يا ولدي ماشي هذا السيين، شوفوا انسان يوصلك وما تجيش تعاود الغلطه هذه في الطريق. ماشي يدي معاه، يدي معاه قطعه كاريتا الطريق، سورتو لا لين دو بليده، هذيك دار البيضاء بليده ولا بايزومب الجي بليده كاريتا جهتي بازا كيف شحن. انا شحنوني، انا وليدي شحنوني، جاي من الدار البيضاء فير باب علي، شحنوني ولاد بليده يرمي يسوق. ما تقول خليهم، انا خليهم بعد جبدنا عليهم خليناهم. ماشي يلعب شغل يحقروك. شنا حنا كاين واحد الجنس خلق هنا جديد في الجزائر، يكونوا ثلاثة أربعة من الحومة يخدموا كارثة، يقدر يقطع لك طريق. أنا شفت عيني، أنا أب 66 سنة في عمري، أربع أولاد، بصح واحد ما يقدر يدير غلطة، يدير غلطة نحسبوا عليها. تي تمشي في لوطور تلقى حفرة، راهي من جيت بويرة وصليت تينا تاع الخضارية 14 وليت بومرداس تبع الدائرة خميس خشنة، توصلي لفما كارثة. أنا اللي نمشي فيها يومية كارثة، ماشي طريق نورمالمون هما ما راهمش يمشوا فيها، الدولة ما تمشيش فيها، يمشي فيها الشعب، يمشي فيها الزوالي. توصلي بالطونوبيل تفريني خبطك مولي موراك، وشنو فارس غار يقدروا شحال زوج ملايين يخدموها، ماشي زعما حاجة كبيرة ولا. أنا تلقيت بالسيد مية اون فامي معاه المراه نتاعو وبنته، حنا جبدناه في وين؟ برج بواريريج في الدخله تاع البرج،
عند البو سوا سوا، هو فرينا حفره، فرينا جلي مورا خبطو خبط في البالي، الشيفو اللي كان يصاب مات، وبنته والمرا نتاعو للسبيطار ديري، وشنو السبه نتاعها؟ ماشي الشاب تيري يسوق طونوبيل ماذا به يقتل، شوفي الشاب كيف راه يصاب، شاب ماشي مربي، إلا ما راهي ما ربي، أنا بزاف ياكلوا الكاشيات ويسوقوا، أنا لقيت لي كرونديست ياكلوا الكاشيات ويرفدوا لي زون فامي، كيف أنت كادي الصاروخ مبروه بالصاروخ ماشي جاي بخبر وترفدهم فامي، فتقول له في الطريق تقول له والله غير تقدرت، كيف تقدرت؟ ربي ما قدرهاش عليك بتقتل ولاد الناس تراك تقتل فيها. كاين طرقان تاريك لي روت كاع براسك لا ماجوريتي ما مش مخدومين مليح. الحفاري في الطريق وكاين مام لي شوفور تاني كاين وين ما يحترموش قانون السياقة ومن الآخر. كاين تانيك لا فيتاس في الطريق ومن اللي يديروا لك ليكزومبل لا بلاك في الطريق يقول لك فيتاس ليميتي ليكزومبل 100 كيلومتر على الور يمشي 150 ولا 160 واش اوبليجي يدير ان اكسيدون. الحاجه الاولى الضغوط النفسيه راهي كبيره بزاف على المجتمع، يا زيد الطرقات يا كان طريق ل 60 سنه مازال نفسها ماكش تغيير في ماكش منشآت جديده. لا تخرجي من الاطار وتطيحي في طريق تاع 60 سنه 70 سنه. انسان يا دوكا باش يقضي شغله لازم له اليوم شحال فيه 24 ساعه، لازم له 35 ساعه في اليوم باش يقضي شغله. نعم سي بور سا تلقى في الطريق يتسرعوا بزاف. جيتي كوبرمون منين تجي الطرقات ما كاش. قليل الطرقات قليل. الحلول لازم كما يقولوا لازم يكون قوانين رادعيه لازم سورتو لي دير لا فيتاس ديباسمون هذاك اللي ماشي في وقته ماشي مسموح. دونك كاين ثاني كونسيرنون لي بييتون ميم لي بييتون لازم قوانين رادعيه. دي فوا البييتون هو يسبب في لاكسيد وي هو يمشي في الطريق تاع وين تمشي لوطو وين تمشي لا فواتور هو يمشي لك في الطريق. دونك ميم بالنسبه للبييتون لازم يكون قانون كما قانون يحمي السائق تاع السياره قانون ثاني لازم يتخذوا بالنسبه للمشاة لازم يمشوا في الرصيف. انا من 95 وانا نسوق يعني الحمد لله جي جامي او داكسيدون ولا وندير شويه لا فيتاس ماشي شويه مي جو في اتونسيون كونسونتري مي ما نقدرش نقول ما رانيش رايحه ندير اكسيدو بعد شهر بيسترنا كامل مي ما كان واحد يقول الطريق هذه هي مي ما ديريش انت لا فوت يجي اللي قدامك يدير لك لا فوت تو سخي اوبليجي اون بو با il faut concentrer شوفي نحكم الفولون concentrer شوفي الترويزور لا دروات لا غوش جو فوا لوان نخمم باغ اكزومبل كي نمشي انا دوكا راني نعلم في بنتي كي تمشي نقول لها ما تخميش على واش كاين قدامك خمي واش كاين القدام شوفي القدام الا راكي رايحه بلا فيتاس هذه ما توشيش تلحقي باش تتحكمي في لوطو تاعك ولا دونك لازم واحد سي لو كونسونتراسيون. شوفي العقوبات نقول لك حاجه شوفي العقوبات ما كاش ما ديجا مطولوا الدوله تاعنا طولت ولا غير طولت بالنسبه ليا راهي طولت اسمع اللي غلط يخلص مازال هذيك زعما تخليه للحبس وديري لاخر ما كاش ايوا شوفي راهم طولوا ديجا انا طالبين القصاص وانا هو الاول وكان غلط يقطعوا لي راسي اللي غلط يخلص واللي غلط يقتلوه ما يسحقوش بلادنا حنايا انا هادو العباد هادو ما نسحقوهمش اللي يحب يتربى واللي ما يحبش ماشي مربي ماشي با طرو طار باش يتربى هادي هي الهضره ماشي شغل واحد لما نقول لك انا مربي ولا مانيش مربي بصح كاينه حاجه اللي تربيني بالك نقول لك سيب هذا قتلوه نقول لك نتربى نقدر ولا لا العقوبات تاعو تريد بيرمي وخليه ما ينحيه لو يخليه يعاني هذا هو العقوبة تاعه نورمالمون الإعدام هذا قانوني يكون يتنفذ باسكو الضحايا تاني راه ماشي أهل تاعو يموت الشريحة تاعو تروح والآخر قاعد يرقص برا هذه ما كاش حل لازم ما كاش هذا هو الحل تاعه هو القانون تاني يحكم هكذا ماهوش
هاي تبغوا واش قال ربي والقانون واش قال القانون ثاني القانون فوق الجميع. هذا ما نقدرش نصحوه، هذا ينصحوه موليه، انا ما نقدرش نهضر معاه. واش قلت لك لازم من الاب ولا الام العائله تاعو تحجز الكلي خليها مفتوحه وقولوا ديماريها. هذا بارك الله فيكم. حوش يفهم، حنا سقنا بزاف من كطر باه وانا نسوق ما درت حتى حاجه، مي لازم تريسبكتي الكود لاروت والاخر وين تكون طريق ماشي مليحه علاه تدير لافيتاس. وين قالوا لك كطربة مشي كطربة على تمشي 150 وكاين اللي جا تاع دوكا كاين تاع حوايج واحد اخرين كاين باك واحد ما تجي في عقله واحد كل واحد كيفاش القصاص ضرو كل واحد كيفاش كاين وين الشوفير يكون ما تجي ظالم كاين لا جوستيس تشوف كيفاش ولا هو ظالم وبليجي يكون القصاص سي نورمال واحد اللي يكون يروح يشرب ولا مش عارف ويدير ديكات وكيفاش حاجة باينة واحد اللي يكون ليكزومبل ماشي ظالم ما يكونش القصاص واحد اللي ظالم وبليجي يكون القصاص ماشي رجال عندهم هذيك النزعة هذيك راه راجل متمكن من السيارة من السيارة الحديدة ما تقدرش تتمكني منها أنا دوكا نحسلها لا فاتورة كون جدي باسي سيغتان فيتاس نحسلها باللي ماشي أنا اللي نتحكم فيها مين في الفيراج ولا نحس باللي ماشي أنا مي كي نمشي بلا فيتاس اللي لازم نحس بلي لافاتور انا نقيديها بالمليمتر وين لازم ندور وين لازم مي صافي واحد لي فو كونسونتري هكذا ولازم القانون على الجميع ماشي غير تاع سائق السيارات ميم حنا كي نكونو بييطو يا دي فوا سورتو في لافيل هكا يقطع نامبورتو ما تكونيش تتوقعي بلي واحد يقطع لك حتى يقطع لك ها وربي يسترنا ويستر الجميع.